التقرير اللي أعدته المنظمة الدولية للهجرة في مصر قدرت عدد المهاجرين الذين يعيشون في مصر الآن ب9 مليون شخص من 133 دولة. 9 مليون شخص من 133 دولة. خليني أستعرض سريعا توزيع هذه الأعداد. يعني من السودان حوالي 4 مليون شقيق سوداني، سوريا 1.5 مليون، اليمن 1 مليون، ليبيا 1 مليون، السعودية 600 ألف، جنوب السودان 300 ألف، الصومال 200 ألف، العراق 150 ألف، فلسطين 135 ألف و900، إثيوبيا 17 ألف، باقي الجنسيات من 132 دولة 109 ألف و650، المجموع 9 مليون و12 ألف و582 شخص. ده طبقا للدراسة وطبقا للإحصائية اللي وردت من المنظمة الدولية للهجرة. يعني أتصور أنه هذه الأرقام أرقام دقيقة قامت بها هذه المنظمة، بتقول أنه عندي 97% منهم مهاجرين ولاجئين وطالب اللجوء 3%. يعني 9 مليون و12 ألف 97% منهم مهاجرين. يعني جاي تعريف المهاجر برضو يا جماعة، أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدا عن مكان إقامته المعتاد. يعني أي حد يخرج من بلده يروح في بلد تانية ده بيسموه مهاجر. وطبعا الوضع القانوني وغيره. كام واحد؟ 97. طيب هنا بقى نسبة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء المستضعفين بين سكان المهاجرين. عندي مهاجرين مستضعفين 15% اللي هم ظروفهم صعبة جدا ويعني جايب غصب عنه مجبر، والمهاجرين باختيارهم 85%، مفيش ظروف صعبة. يعني يبقى المستضعفون 15% والمهاجرين العاديين اللي هم عندهم ظروف قادرين وخدوا قرارهم ومعاهم فلوسهم 85%. غير ابراهيم، عندنا اعلى 5 محافظات بتستضيف مجتمعات المهاجرين. القاهرة هي الأولى، بعدها الجيزة، بعدها اسكندرية، بعدها دمياط، بعدها الدقالية. دي 5 محافظات الأكثر استقبالا للمهاجرين في جمهورية مصر العربية. عندنا الإناث 49.6% والذكور 50.4%، يعني تقريبا تكاد تكون النسبة التكوين النوعي لأعداد المهاجرين في مصر متوازنة إناثا وذكورا. عندنا اللي بيشتغل بقى، اللي 37% من المهاجرين بيشتغلوا، وعندنا 45 لا يعملون ولا يبحثون عن فرصة عمل. يعني قاعد ما بيشتغلش ومش عايز يشتغل. كام في المية؟ 45% لا يعملون ويبحثون عن فرصة عمل، 18%. خد بالك الكلام ده فين؟ الكلام ده في مصر. الكلام ده في مصر اللي 103 مليون، اللي عندي 103 مليون عدد سكاني، في عندي يضيف عليهم حضرتك 9 مليون مهاجر ولاجئ في مصر. لا عندنا مخيمات ولا عندنا تمييز ولا عندنا اللي بيروح يشتري عيش هيقولوا له لا ده انت مش مصري، ولا اللي بيروح يشتري خضار يقول انت مش مصري، ولا اللي بيروح السوبر ماركت يقول انت مش مصري. كل الناس اللي عايشين على ارض مصر سواسيه في الحقوق والواجبات والاكل والشرب والملبس والمسكن وغيره. 9 مليون مهاجر موجودين على ارض مصر. قولي لي استعراض سريع لهذا التقرير وأهمية إصداره في هذا التوقيت، والأرقام دي بتعني إيه؟ تمام، أنا أقول لحضرتك هي الحقيقة إنه التقرير ده نتائج عمل، يعني إحنا بقالنا شهور بنشتغل عليه، يعني بقالنا فترة طويلة جدا بنحاول إن إحنا نعمل إعادة تقييم لأعداد المهاجرين، لأن طبعا أكيد حضرتك فاهم لما هيبقى عندنا معلومات عن أعداد المهاجرين هنقدر إن إحنا نعمل مشاريع بتاعتنا والبرامج بتاعتنا بشكل افضل، وهنقدر ان احنا كمان ندعم الحكومه بشكل احسن. فاحنا بدانا تقريبا في اكتوبر السنه اللي فاتت ان احنا بنحاول نعمل اعاده تقييم، نحاول نعرف اعداد المهاجرين بالظبط قد ايه، الجنسيات المختلفه زي ما حضرتك عرفت من شويه، النوع الاجتماعي، السن، الحاله العامه، هل بيشتغل ولا لا، لان ده طبعا هيساعدنا ان احنا يكون عندنا فهم اوضح. واحنا بنعمل ده استخدمنا منهجيه قويه جدا، يعني احنا ما اعتمدناش على طريقه بحث واحده، لكن لجأنا طرق بحث مختلفه كتيره علشان نقدر نوصل للرقم ده.
ومجرد ما بقى عندنا معلومات كافيه تسمح لنا ان احنا نكتب التقرير وننشره عملنا كده طبعا بالفعل. فاحنا تقريبا من اكتوبر واحنا شغالين على جمع البيانات وبدانا بس نوصل للشكل النهائي للتقرير تقريبا الشهر اللي فات. طيب سلمى، قولي لي أهم ما لفت نظرك فيه الأرقام والإحصاءات اللي موجودة في التقرير. هي حاجات كتير طبعا، يعني طبعا اهم حاجه لفتت نظرنا هي العدد، ان احنا دايما العدد المعلن اللي كان موجود قبل كده كان 6 مليون، ده كان موجود في التصريحات الرسميه، واحنا كمنظمه طبعا بنعتمد من الحكومه التصريح المعلومات والبيانات اللي بتيجي منها، فكنا برضو بنستخدم ال 6 مليون، فكان الجديد طبعا ان الرقم الجديد اكبر بحوالي 3 مليون. انا برضو حابه اوضح حاجه، ان ده الرقم اللي احنا قدرنا نوصل له لحد دلوقتي، ممكن يكون رقم اكتر، لان طبعا مصر موجوده في موقع جغرافي جذاب جدا وحوالينا في صراعات كتير، فزي ما حضرتك شرحت برضو سياسات الحكومه المصريه ترحابيه جدا، يعني فمصر بتبقى بلد بتستقطب المهاجرين ان هم يجوا، سواء بتبقى دوله عبور لو عايزين يكملوا لبلد ثالثه، او بتبقى دوله بيقيموا فيها فعلا ويبحثوا عن فرصه عمل او فرصه تعليم، فبالتالي كان بالنسبه لنا ان الرقم ازيد من الرقم اللي احنا متعودين عليه. و صوت سيء جدا يا ابراهيم. انا الصوت مش واضح، يعني اعتقد ان في مشكله في الصوت. يعني خليني اقول انه ما لفت نظري في هذا التقرير هو الرقم، وانا ظني وتقديري ان الرقم اكبر من كده. يعني انا ظني ان الرقم اكبر من كده، لكن اعتمدوا على يعني على طرق احصائيه حقيقيه ما فيهاش نوع من الانحراف طبقا لمنظومه البحث اللي عملوه. سلمى مره اخرى معايا. سلمى خليني اسالك، اقول لك ايه الفرق بين المهاجر واللاجئ؟ هي الفكره ان كل اللاجئين مهاجرين، يعني اي حد بيتحرك من بلد لبلد او من مكان لمكان بيعتبر مهاجر يعني، ولكن اللجوء بيبقى في حالات معينه تانية مختلفه، يعني في بعض الدول اللي بيحصل فيها صراعات فبيبقى في عمليه نزوح او بيبقى في عمليه فيها حاجه جبريه شويه، يعني بيضطر يطلع بره البلد يروح لبلد تانية عشان ظروف خارجه عن ارادته، وقتها بيبقى لاجئ، وقتها بيبقى برضه اطار قانوني اخر يحكم صفه اللاجئ يعني. انما المهاجرين هو اي شخص بيتحرك من بلد لبلد يعتبر مهاجر، فكلمه مهاجر اشمل واعم، ولكن في حياتنا يعني في تعاملنا كامم متحده في تمييز ما بين اللاجئ والمهاجر علشان الاطار القانوني بس اللي بيحكم وضعه في البلد اللي هو. طيب سلمى خليني اقول لك، هل تم يعني هذا التقرير اللي اراه ان فيه معلومات وفي بيانات مهمه جدا، هل تم ارساله الى جهات حكوميه للتعامل معاه او جهات دوليه؟ طبعا احنا مبدئيا احنا يعني دايما بنتعامل بشكل قريب جدا مع الوزارات المختلفه، واهم شريك لينا اساسا هي وزاره الخارجيه، فطبعا اتعرض عليها التقرير يعني قبل ما نبدا ننشره وقبل ما نبدا نطلع اي بيانات او معلومات، تم طرح التقرير والرقم على الحكومه علشان برضو يعني ده مجهودنا احنا، بس في نفس الوقت عايزين نتاكد اذا كان المجهود ده صحيح ولا لا، فطبعا تم التنسيق مع الحكومه المصريه. طيب كنت اعتقد انه كان من ضمن الحاجات اللي هتبقى مفيده عايز مقارنه بين الدول اللي زي مصر مثلا، يعني مصر فيها 9 مليون و12 الف، تركيا فيها كام؟ السعوديه فيها كام؟ اسرائيل فيها كام؟ المغرب فيها كام؟ يعني الدول المحيطه او الشبيهه لنا، باكستان وغيره، فيها قد ايه؟ دي اعتقد ان ده عملتوه ولا لا؟ لا الحقيقه احنا ما بنعملش ده، يعني احنا التركيز بتاعنا على المستوى المحلي يعني المستوى القومي، هي يعني دوله مصر تحديدا، لكن طبعا في بعض الدراسات بنشترك فيها بتكون دراسات اقليميه، لكن احنا في التقرير ده كنا مركزين اكتر على ان احنا نحاول نفهم اعداد المهاجرين في مصر حوالي قد ايه، ونعرف اكتر عن الصفات الديموغرافيه بتاعتهم، النوع، السن، بحيث ان احنا نبقى فاهمين اكتر مين هم المهاجرين الموجودين في مصر. طيب يعني سلمى خليني اقول لك انه المنظمه الدوليه للهجره، ده مكتب مصر اللي انت فيه اللي عملتوا منه هذا التقرير اللي انت حررتيه، باقي الدول فيه ارقام ده محتاجه، يعني لو انتوا في الفتره القادمه عايز اعمل مقارنه بين مصر فيها 9 مليون، فانا بقى مخضوض ازاي 9 مليون عندي من المهاجرين واللاجئين، فتقولي لا معلش ده تركيا فيها 6 مليون، لا في المغرب، هذا اعتقد هيبقى مفيد جدا خلال المرحله القادمة لدمجه في هذا التقرير. مشكور جدا سلمى حسن، مساعد برنامج سياسات الحوكمة والاتصال في المنظمة الدولية للهجرة،
اللي افادت بمعلومه مهمه جدا بعيدا عن كل التفاصيل، ان مصر فيها 9 مليون يعني قرابه ال 10 مليون من الضيوف، خلينا نقول ما بين مهاجر وما بين لاجئ، ومحدش سمع صوتنا واحنا بنصوت وبنصرخ ويقولوا ادونا فلوس، يا اما نعمل مخيمات لاجئين يا اما نطردهم. بقول انه الحاجه المهمه ايضا في هذا التقرير بيقول انه الصوت الرسمي للحكومه المصريه اهو قد ينظر الى الخطاب الايجابي للحكومه المصريه تجاه المهاجرين واللاجئين على انه عامل جذب للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء مؤخرا الى مصر، ولطالما كانت مصر سخيه في ادراج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في النظم الوطنيه للتعليم والصحه على قدم وسواء مع المصريين في كثير من الحالات. يعني ان مصر دوله سخيه ومضيافه رغم ظروفها. انا معلش برضو ليا تعليق قد يكون يعني خارج الاطار الرقمي والعلمي والبحثي، وهو فاكرين يا جماعه لما اعلام اهل الشر والاعلام المعادي بيتكلم على اللي هجره المصريين غير الشرعيه الى اوروبا، يقول لك ما هو هرب لانه مش لاقي، هرب لان ما فيش وطن يحضنه، هرب لانه لقى فيه ايادي قاسيه عليه، ما هو هرب عشان الكلام اللي احنا بنشوفه، وتلاقي المزيكا خلف مزيكا كده جنائزيه وحزينه، وتلاقي الناس تعيط عيني كذا والبلد دي بلد كذا وكذا وكذا، وكله يسترجع بقى ايه قصائد احمد مطر وهو بيتكلم على الوطن وغيره وغيره وغيره. طيب انا بقول يعني هو الناس تتكلم بهذا الكلام، ما قروش هذا التقرير؟ طيب ما سمعوش؟ يعني ليه ما قابلش الناس الاخوه اللي من الدول من السودان ومن سوريا ومن اليمن ومن جنوب السودان ومن اثيوبيا ومن غيره؟ انتوا جايين مصر ليه؟ انتوا جايين مصر وقاعدين ليه؟ ما هو جاي مصر عشان احسن من البلد اللي هو فيها بالتاكيد، او ظروفها افضل من البلد اللي هو فيها. يعني اما تكون مصر جاذبه 9 مليون يعني 10 مليون، 10 مليون دي دوله يا جماعه، دي كام دوله اوروبيه يا جماعه ال 10 مليون دول؟ يعني كام دوله، كام دوله يا ابراهيم؟ يعني ال 10 مليون الضيوف اللي عندي دول بيمثلوا اكتر من دوله اوروبيه يا جماعه. يعني في ناس جت مصر من 133 دوله قاعدين في مصر. مش عايز اقول مصر هي جنه الله في الارض بالنسبه لهؤلاء، احنا بالنسبه لنا جنه الله في الارض. يعني مفيش اسباب للحب، انا بحب بلدي، ليه يا عم؟ عشان هي بلدي. انا بحب امي، ليه يا سيدي؟ عشان هي امي. بصرف النظر عن فيها ايه صح وفيها ايه غلط، بصرف النظر عن هي بتديني ايه وباخد منها ايه، انا بحبها عشان بلدي. اسباب الحب ايه؟ في ناس تقول لك يا عم البلد طالما ما ادتنيش انا ما احبهاش. يا حبيبي ده مش فندق، مش فندق، لو الخدمه ساءت تبحث عن فندق جديد. ده وطن، ده بلد. يعني انت اقول لك انا بحب مصر، يقول لك يا عم مصر فيها وفيها وفيها وفيها، يا سيدي معاك فيها كل الكلام ده اهو، بس انا بحبها. ليه؟ ما هو كده. انا بحب امي، ليه يا سيدي؟ هي امي احسن واحده في الوجود؟ عندي انا احسن واحده في الوجود، لكن عند الاخرين عاديه. انا برضو بحب بلدي نفس الكلام. فبالتالي الناس اللي بيهاجموا مصر وبيهاجموا الوضع في مصر وبيهاجموا الهجره اللي من بعض المصريين للخارج، بقول لهم انظروا الى الجانب الاخر وشوفوا الناس اللي جايه مصر 9 مليون ولا 10 مليون عايزين يقعدوا في مصر حبا في مصر. عدد يا جماعه دول كتير جدا، 10 دول. لو في دوله عدد سكانها مليون ولا 2 مليون ولا 3 مليون، شوفوا كم دوله. يعني احنا مستضيفين كام دوله يا جماعه؟ ده في دول جنبنا يا جماعه مش مكمله مليون، مش مكمله مليون.